السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بمشغل صحي، حيث تم تعزيز المستشفى الجهوي علي صوة بقصر هلال بثلاثة أقسام جديدة دخلت مؤخرا حيز الاستغلال، وذلك بتمويل من سلطة الإشراف ودعم من المجتمع المدني، أقسام من المنتظر أن تساهم في تحسين الخدمات الصحية بالجهة. المستشفى الجهوي علي صوة بقصر هلال من ولاية المناسير، والذي يعد من أعرق المؤسسات الصحية بالجهة، تم تعزيزه مؤخرا بأقسام جديدة تتمثل في قسم للإنعاش والتخدير وقسم للتعقيم المركزي ووحدة للعمليات الجراحية. هم ثلاثة أقسام تم دخولها حيز الاستغلال يوم الاثنين، هي قسم التعقيم المركزي، والقسم هذا لضمان أكثر جودة وسلامة للعلاج المقدم من طرف المستشفى، أول قسم استشفائي على مستوى المستشفيات الجهوية، عندنا قسم الإنعاش والتخدير، وعندنا قاعات العمليات. الكلفة حسب التقريب بالنسبة للبنايات ما يقارب 400 ألف دينار، وبالنسبة للتجهيزات ما يقارب 900 ألف دينار. هذه الأقسام الجديدة التي دخلت حيز الاستغلال ستمكن حسب العاملين بها من تخفيف الضغط على المؤسسة وتحسين الخدمات الصحية. قسم التخدير والإنعاش قسم يتمثل في الإنعاش الجراحي خاصة، يتكون من أربع إلى خمسة أسرة إنعاش. احنا فرحانين بياسر الحقيقة، خاطر ديما الباسيون كلهم يتوجهوا للمستشفى فاطمة بورقيبة في الحالات الحرجة خاصة، دونك احنا ناخذوا الباسيون طول المرضى اللي جايين معنا من المكنين، من جمال، من المعتمديات الكل معناها المجاوره. احنا كنا نخدموا في دائره العمليات الجراحيه القديمه اللي كانت موجوده منذ انشاء المستشفى، واليوم تحقق الحلم نتاعنا ب دائره العمليات الجراحيه الجديده على مستوى التقنيات الجراحيه تحسنت برشا، خاصة لي كونديسيون دو سيكوريتي، معناها ظروف السلامة للمريض وللجراح. قسم التعقيم المركزي من الأقسام المحدثة والتي تعد الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية. احنا اليوم الحقيقة فرحانين برشا، نشهد افتتاح قسم التعقيم المركزي، قسم أول قسم في على المستوى المستشفيات الجهوية، يتمثل في تجميع التعقيم في كل مستشفى لكل الأقسام هوني في القسم هذا ياسر يسهل العمل بالنسبه خاصة عندنا ثلاثة قاعات عمليات، يعني مع الدبي نتاع العمليات باش يكثر، ما عادش كيقبل كان عندنا سالة برك، دونك يلزمنا قاعة تعقيم مركزي باش ننظموا العمليات. وللإشارة فإن هذه الأقسام الجديدة تم إنجازها من قبل وزارة الصحة، كانت أيضا بدعم من المجتمع المدني. دعم تم قبل كل شيء من إدارة الإشراف، مساهمة المجتمع المدني، اللي هما كما تراو في كامل المستشفى معناتها قاعدين يساهموا في تطوير وتحسين الخدمات في إطار برنامج وتوجه أنه يكون قطب جراحي، القطب الثاني اللي هو قطب جراحي في كامل جهة المنستير. ومن المنتظر أن يشهد مستشفى قصر هلال مزيدا من التوسع وأحداث لأقسام جديدة في قادم الأيام بدعم مشترك بين وزارة الصحة وأهالي المدينة الذين باتت لديهم تقاليد في مثل هذه الإحداثات، ولعل الحاج علي صوة مؤسس هذا المستشفى ابن الاستقلال أكبر دليل على نجاح تجارب دعم المجتمع المدني للمؤسسات الوطنية بالبلاد. أمام مقر وزارة التربية نفذ عدد من مدرسي التعليم الأساسي ضمن يوم غضب أقرته الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 9 مايو الماضي، وذلك في سياق عدة تحركات للجامعة من بينها حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني والثالث. غادرت من مطار جابس مطمطة الدولي رحلة حجاج بيت الله الحرام بعد توقف الرحلات نحو البقاع المقدسة من هذا المطار لسنوات. هذه الرحلة جنبت حجيج ولاية جابس مشقة التنقل إلى مطارات مجاورة. بعد غياب لسنوات غادرت من مطار جابس مطمطة الدولية الرحلة الوحيدة لحجيج ولاية جابس وعلى متنها حوالي 320 حاجا وحاجة، بعد أن أنهت كل الأطراف المتداخلة استعداداتها لتأمين هذه الرحلة الوحيدة العائدة بعد توقف منذ أعوام. أول مرة تصير رحلة بحجم هذا، مستنسين يعني أكبر طائرات كانت تخرج من هنا يعني
يعني بعدد مسافرين ب 266 مسافر. السنة علامتها كما قلنا تقريبا 320 حاج معناتها راكب، منهم 299 حاج والبقية معناتها من مرافقين وهيكل طبي ومرشدين. مغادرة حجيج ولاية جابس من مطار جابس مطماطة الدولي في اتجاه البقاع المقدسة كان الفرحة المضاعفة لهؤلاء الحجيج لقرب المسافة وتجنبهم مشقة التحول إلى مطارات مجاورة، ما جعل كذلك شوقهم يتعاظم لزيارة البقاع المقدسة وأداء مناسك الحج هذا العام. أحلى رحلة في حياتي عملها 18 عام مقيد أنا والعائلة بنجي. نعيم عند ربي، نعيم الحمد لله، عقبة ليكم إن شاء الله. ليش قاعدة تستني؟ 12 عام والله 12 عام. فرحة كبيرة، نهار مبروك اليوم، نهار مبروك الحمد لله، والله نهار مبروك. حتى البارح مش نرقد ليلة كاملة، والله اللي رقدت من الفرحة. الله وفيكم الحمد لله يا ربي يا سيدي، وصلنا هالواحد إن شاء الله نمشي سالمين ونروح سالمين، احنا وأمة محمد أجمعين. رحلة العمر هذه إن شاء الله، والحاجة الباهية السنين وأنا مش نطلعوا من جابس، وهذا فخر للولاية، ويلزم ديما المطار يكثروا عليه الرحلات باش يكون على الأقل في مستوى الجهة. وقد سبق تنظيم هذه الرحلة عديد الجلسات والملتقيات التي انتظمت لفائدة حجيج ولاية جابس على مستوى الإرشاد الديني والتوعية الصحية، حتى يكون أداؤهم لمناسك الحج هذا العام في أحسن الأحوال. في مشغل فلاحي يواجه مشروع منطقة سقوية بولاد بلال بالروحية عديد الصعوبات بسبب نضوب البئر العميقة، وهي المصدر الوحيد لري المستغلات الفلاحية بالمنطقة. فلاحو الجهة طالبوا بحلول تنقذ أراضيهم من الجفاف. لم يتسنى لفلاحي المنطقة السقوية أولاد بلال بالروحية رأي مستغلاتهم الفلاحية بعد نضوب البئر العميقة التي تم إنجازها، ليطرح هذا المشروع عدة تساؤلات. ثم الجديد هذا المحدوث المعمول حديث، هذا جديد ما ختمش خلاص، جو جا مقاول باش يجرب على الخزان، وين هذاك الخزان؟ جو باش يجرب الخزان، ما جربوه جملوا الماء من السنتاج القديم باش يجربوا بيه، هذا ما فيش حتى قدر. تساؤلات برشا وبرشا مشاكل، مش برشا صعوبات، مش مشاكل لا سقوي ولا صالح الشرب. شريت الارض هذه تسمى بالارث، وتسمى شريته وسجرت وصرفت وخدمت وكل. الدولة عملت لنا بئر عميق من 2012-2013 على اساس، وهيئه لنا منطقه على اساس باش احنا اللي هنا باش تنتفع المواطنين هذوما الكل من جملتهم انا هو كفلاح. 2012-2013 الى 2023 حفروا بير طلعت ما فيهش الماء. شبكه الري امتدت داخل المنطقه، والفلاحون اقبلوا على تحضير اراضيهم وزراعه عده اصناف من الاشجار، املا في استغلال هذه المنطقه السقويه علها تغير من الوضع التنموي والاجتماعي. المنطقه السقويه دي تحتوي على 54 هكتار، فيها 36 فان، بدوا يهيئوا فيها، دخلوها للتهيئة الزراعية، وبعض الفلاحة زرعوا الجر على أساس منطقة سقوية، هيئوها وفانات وباسان، يجوا كي يشوفوا في البير ما فيش ماء، هزوا واحد منحوا مطريين من البير، قلعوه هزوه وهزوا خط الضوء وخلوا. كاتبنا السيد المندوب دينا دراسة لو سمى نقطة أخرى بجنب هذه فيها الماء، إلى حد الساعة هو عندهم 3 سنين من اللي يقول بير ناشح، إلى حد الساعة المواطنين قاعدة تتسلم. ومع التغيرات المناخية وأهمية المنظومة الفلاحية في الجهة، يؤكد الفلاحون على ضرورة إيجاد الحلول لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب وتزويد المنطقة السقوية بمياه الري. فلاحة الروحية المنطقة دي نتاع أولاد بلال يطالبوا باش يعاونون البير هذا، يحفرون بير آخر، طالما هذا يطلع ما فيش ماء، وهم اللي عملوا الدراسة وهم اللي خدموها ويحيوا المنطقة هذه اللي خسر عليها الدولة. شنو الفائدة أنا كيف تعمل لي هذه كل طرقات وتعمل لي فانات وتعمل لي مسالك فلاحية كل شيء ومن بعد ما نلقاش الماء؟ أنا نطلب من الدولة، أنا ولد الدولة، أنا فلاح لهنا، أنا نطلب من الدولة باش تحفر لنا بئر عميقة جديدة. مشروع المنطقة السقوية أولاد بلال بالروحية حلم طالما راود الفلاحين قبل أن يصطدم بعدة صعوبات.
إلى جابس، ونلقي الضوء من خلال هذا الروبورتاج على قصص نجاح عدد من شباب الجهة، شباب جابه الصعوبات ونجحوا في تحقيق أحلامهم وبعث مشاريع في اختصاصات مختلفة. هؤلاء الشباب التقوا في فضاء المركب الشبابي النموذجي بمدينة جابس، ولكل واحد منهم قصة نجاح ورحلة تحدي من أجل إحداث مشروع في سياق ما يعرف بريادة الأعمال في شتى المجالات والقطاعات بولاية جابس. هي عجبتني الفكرة وقت استدعوني للجمعية، حبيت نحكي على مشروعي، ممكن يسر يكون معناها قدوة لبعض الشباب، خطر بديت أنا واحدة من الناس، بديت من صفر يعني بقرض من البنك التضامن، حليت مدرسة على الليسة للتكوين المهني، توا ما شاء الله تخدم بالقداء، بعدين حلينا إذاعة على الليسة اللي هي إذاعة جمعياتية اختصاصها بيئي، اللي هو الأول في الجمهورية الاختصاص البيئي، وإن شاء الله الشباب ينسج على دربنا، خاطر المشاريع والانتصاب للحساب الخاص هو الحل. النجاح بالنسبة لي نسبي، هو مازال النجاح الكبير إن شاء الله يوم آخر في قدرة ربي. نشجع الشباب، خاصة أني اليوم المبادرة هذه اللي أني نشجعها برشا وديما نحب يزيدوا منهم، أنا نشجع الشباب أن يكونوا خاصة يبعثوا مشاريع خاصة رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة فيها الدولة، أن الشباب يحاولوا يخرجوا مشاريع جديدة. روجي هو متاع مواد تجميل بيولوجية، توا عنا براتيكمون عامين، توجنا كأحسن مشروع في ولاية جابس في مسابقة مشروعك. جمعية جمار الشبابية والمركب الشبابي النموذجي بمدينة جابس احتضنا هؤلاء الشباب المتميز ضمن مشاريع شراكة وتعاون بينهما لتقديم قصص نجاحهم حتى يهتدي بها بقية الشباب الراغبين في الاستثمار وبعث المشاريع. هي محاولة لتسليط الضوء على بعض الناجحين في جابس، شباب ناجح حبينا لمحة أمل للشباب باش ياخذوهم معناها كمثال وعبرة باش يكونوا مثال هم في مشاريعهم. مهم جدا يعني منح الشباب فرصة باش يفهم انه ريادة الأعمال هي الكل، تو انه التوظيف او الانتدابات مع الأسف معاش موجودة، ولهذا يعني مصيره هو ريادة الأعمال، هو خلق الفرص. قصص نجاح لشباب مبدع في مجالات مختلفة، نجاحهم يمثل مبراسا ومسيرة لبقية الشبان الرغبين في بعث المشاريع في حال توفر الدعم اللازم. وفي سياق المشاريع المجددة أيضا، مجمع الحرير الطبيعي بالمنطقة الصناعية بيك بولات يعتبر من بين أهم المؤسسات الصناعية بالمنطقة من حيث الطاقة التشغيلية ونوعية المنتوج، منتوج موجه كليا إلى السوق الأوروبية يشهد إقبالا مهما. وسط المنطقة الصناعية بمعتمدية قبلات من ولاية باجة، يتواصل العمل داخل إحدى الوحدات الصناعية الموجهة للتصدير كليا في اختصاص الحرير الطبيعي، حيث تحتل المرتبة الأولى في تونس وإفريقيا بفضل جودة إنتاجها. هنا تتحول المواد الخام المستوردة من الصين إلى خيوط حرير جاهزة للتصدير. أهم مرحلة هي تحضيرها وإعدادها للتحويل، ثم نقوم بإزالة الشوائب وكل ما هو ديفو ونصنعها لتكون معناها جاهزة بعد للنسيج بصفة عامة، تريكوتاج وإلا طبي وإلا معناها خيط حرير أصل 100%. هي البضاعة موجهة تماما للتصدير، تماما للسوق الأوروبية. هذا الاختصاص الفريد من نوعه يقع ترويجه منذ 30 سنة في الأسواق الأوروبية بالخصوص، حيث يزداد الإقبال على هذا الإنتاج ذو القيمة المضافة بالنظر إلى جودته ودقة صناعته، والتي تعود بالأساس إلى كفاءة وخبرة اليد العاملة المختصة، حيث يتلقى أغلب العمال تكوينا لمدة سنة قبل الانتداب النهائي. فما برشا ماكينات تحتاج معناتها خبرة، كيف الأسامبليز نخدم على هنا، هي اللي تجمع الخيوط معناتها تجمع على 2 على 3 نوصلوا حتى ل 11 طاق. اي طاق ينقص معناتها هي سلعه هذيك محسوبه، نقولوا نحن بالوزن يلزم اي طاق ينقص معناتها هذه السلعه هذيك تسمى فسدت،
يلزم الواحد يكون منتبه. الإعدادات الإدارية إلى جانب عديد الإشكاليات الأخرى باتت تؤرق القائمين على هذا المشروع الذي يسعى أصحابه رغم ذلك إلى تطويره والتوسع لكسب أسواق جديدة رغم غلاء المواد الأولية في السوق العالمية. دونك احنا قاعدين نحيطوا به، تعرف معناها الخيط الحرير والشيء اللي معناها نصنعوا منه والتقليد والمعناها الصناعة التقليدية اللي تخرج منه، دونك احنا قاعدين نحيطوا بالمستثمر هذايا وقاعدين ندعموا فيه سواء السلطات المحلية أو السلطات الجهوية. إدخال حركية اقتصادية على المنطقة الصناعية بقبلات من خلال التوسع في المشاريع المتصبة بالمنطقة أو إحداث مشاريع جديدة تظل من الأولويات لخلق مواطن شغل وتطوير نوعية الإنتاج بالمنطقة. نختم بخبر رياضي. وصل مساء أمس وفد المنتخب التونسي لكرة القدم على متن رحلة خاصة إلى عاصمة غينيا الاستوائية مالابو استعدادا للمباراة التي ستجمع غدا المنتخب الوطني بمنتخب غينيا الاستوائية انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. المنتخب التونسي سيجري مساء اليوم الحصة التدريبية الأخيرة بملعب مالابو الرئيسي سبقتها ندوة صحفية عقدها مدرب المنتخب جلال القادري. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.